بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 27 بعد 120. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو عيسى يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم تحويل المال بطريقة التالية، وهو الذهاب إلى فرع إحدى البنوك أو الشركات للتحويل ثم إعطاء الموظف المبلغ المراد تحويله بالريال السعودي، ثم يقوم هذا الشخص هو بإرساله بعملة بلده أو البلد الآخر مثل الدولار، ويأخذ على هذه العملية 25 ريال مستحقات للتحويل، فما الحكم مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التحويل يعتبر من الصرف، صرف عملة بعملة أو نقد بنقد، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فتشتري العملة التي تريد أن ترسلها إلى من تريد، تشتريها ثم تحولها. أما أنك تسلم النقود ثم يستلم بدلها في بلد آخر، هذا تأخير للقبض وهو ربا نسيئة ولا يجوز. وأما أن البنك أو المصرف يأخذ أجر على تحويله، هذا لا بأس به، لأن البنك لم يبذل شيئا غير العمل والتحويل فقط، لم يعطك مالا ويأخذ عليه زيادة، وإنما هو قبض منك وأرسل فقط، فيأخذ على عملية تحويل. لكن كما ذكرنا، يلاحظ أنه لا بد من التقابض في المجلس، عملة بدل عملة من غير جنسها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه الأخت أم محمد تقول: سؤال يا فضيلة الشيخ، في مشكلة تتمثل بين والدي وتتكرر كل سنة، وهي أن أبي في 70 من عمره لا يكلم أمي ولا يلقي عليها السلام، بل ولا يبقى معها في غرفة واحدة لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر. وفي كلتا الحالتين فأبي هو من يبدأ بالنزاع والهجر، ولأتفه الأسباب هذه الحالة تتكرر كل سنة خلال هذه الأعوام الأخيرة، مع العلم بأن أمي تحاول الكلام معه والتلطف معه لكنه يرفض ويحتج بأن أمي هي السبب. ماذا تنصحون الوالدين مأجورين؟ ننصح الوالد بحسن العشرة بعضهما مع بعض، عاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أنه ننصح كل منهما أن يعاشر الآخر بالعشرة الحسنة بمقتضى الزوجية بينهما. وإذا كان الوالد عنده حدة أخلاق، عنده غضب أو عنده تسرع، فعليكم بأخذه السعة وعدم إثارته، والوالدة كذلك عليها أن تراعي حالته وأن لا تثيره وأن لا تغضبه مهما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وبالجملة عليكم بالصبر على ما تلقون أو تلقى الوالدة من هذا الوالد من الهجر والغضب وإلى ذلك، عليكم بالصبر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في وقتنا الحاضر، حيث المراسلة عبر الكمبيوتر وخطبة النساء، وهل يجوز الزواج عبر المراسلة في مثل هذه الوسائل؟ الزواج لابد أن يكون عن حضور العقد، يكون عن حضور طرفين، الزوج والزوجة، أولي والزوجة وولي الزوجة مع الزوج، يعني يحضر الزوج أو وكيله، ويحضر ولي الزوجة أو وكيله عند العقد وإلقاء الإيجاب والقبول. لابد أن يكون في مجلس العقد، ولا يكفي من خلال المراسلة والجوال والإنترنت
لابد من الحضور. والآن الزواج صار يوثق في المحكمة أو عند مأذون الأنكحة، لابد من حضور الطرفين عند العاقد في المحكمة أو عند مأذون الأنكحة، لابد منها، لأن عقد النكاح عقد غليظ يحتاج إلى احتياطات وإلى يحتاج إلى تثبت، فهو عقد يحتاج إلى حضور الطرفين أو وكيليهما في مجلس العقد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل فضيلة الشيخ عن حكم استخدام كريستال الأسنان، هذا هل هذا يعتبر من الزينة وهل فيه شيء؟ ما هو الكريستال؟ شيء يلمع الأسنان فضيلة الشيخ. إذا كانت الأسنان فيها خلل تحتاج إلى هذا الشيء فلا مانع من ذلك، ربط الأسنان حتى بالذهب يجوز ربط الأسنان بالذهب للحاجة إلى ذلك، أن الذهب لا يصدأ وأما غيره فإنه يصدأ. إذا كان هناك مادة يعني لا تصدأ تقوم مقام الذهب وهي لا تصدأ لا مانع من استعمالها عند الحاجة، أما لمجرد الجمال فهذا لا داعي له، والأسنان جميلة ولله الحمد إذا لم يكن فيها خلل ولا ألم ولا وجع إنها ما يتدخل فيها. نعم. السائل توفيق يقول فضيلة الشيخ عندي سؤال يتعلق بالعقيدة، هل روح الميت ترجع إلى الأهل بعد موت الميت بثلاثة أيام أو سبعة أيام أو في كل ليلة جمعة، حيث سمعنا هذا من أحد المتحدثين؟ الميت انتقل إلى الدار الآخر جسمه وروحه، ولا تعود روحه إلى أهله كما لا يعود جسمه إلى أهله، لكن الرؤيا قد تقع، قد يرى الحي يرى الميت يجتمعان ويتكلمان، هذا أمر الرؤيا، والرؤيا أمرها عجيب بلا شك. ولا أما في اليقظة فلا تعود الروح ولا الجسم إلى الدنيا بعدما فارقت. نعم. يسأل الأخ ناصر محمد ويقول ما حكم الصلاة في السروال والفنيلة في البيت، وما حكم في من يصلي بعض الصلوات في المنزل وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الرجل أن يصلي في البيت، لا يجوز للرجل أن يصلي في البيت ويترك المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، فرض على المسلم أنه يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة إلا من عذر، إذا كان له عذر كالمرض ونحوه أو ليس هناك مسجد قريب لا بأس أن يصلي في البيت، لكن إن كان معه رجال فيصلون جماعة ولا يصلون فرادى في البيت. وأما الصلاة في السروال والفنيلة لا بأس بذلك إذا ستر العورة، إذا المطلوب ستر العورة، إذا سترت بالسروال والفنيلة لا بأس بذلك، إلا أن الأفضل والأكمل أن يتجمل للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، الأفضل أن يتجمل للصلاة. لكن السؤال عن المجزي في الصلاة، المجزي ستر العورة. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ عادل أرسل بسؤال يقول أريد خطبة فتاة ووالدي يمنعني من ذلك، علما بأن هذه الفتاة صاحبة خلق ودين واستقامة على شرع الله، وأحاول إقناع والدي إلا أنه يرفض، فما الحكم الشرعي؟ هل أعصي والدي في معارضته؟ إذا تزوجت من غير رضا والدك فهذا يحدث فتنة شرا بينك وبين والدك، فالأفضل أن تراعي والدك، والنساء كثير ولله الحمد، ولا تدري ما الخيرة، ربما يكون الخيرة في غيرها، وإرضاء الوالد والتفاهم معه لا شك أنه مطلوب، إما أن تقنعه بالتزوج بها وإما أن تنزل عند رغبته، وهذا خير لك إن شاء الله، والنساء كثير. نعم. يقول هذا السائل محمد هل يجب على الزوج العدل بين الزوجات في المسكن إذا كانت الأولى في بيت مستقل عن أهله والثانية تسكن عند أهله، هل يجب عليه أن يضع لها بيت مستقل كالأولى؟ نعم، المسكن من حق الزوجة، إن رضيت أن تبقى مع أهله فلا بأس، وإن طالبت بسكن مستقل وجب على الزوج أن يسكنها. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ بالنسبة لغطاء الرأس للإمام في الصلاة هل هي سنة أم لا، لأن هناك من يصر على تغطية الرأس بالنسبة لإمام المسجد؟ هذا أفضل، كونه يصلي بثيابه وغطاء الرأس هذا أكمل وأفضل، ولو صلى مكشوف الرأس فلا بأس بذلك. نعم. تقول الأخت السائلة بالنسبة للمرأة هل يجوز أن تضع قلادة أو تعليقة على صدرها تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث لحفظها؟ لا يجوز هذا، أن تعلق الآيات أو الأحاديث تعرضها للإهانة، وأيضا هذا من تعليق الحروز والتمائم على الصحيح، أتتجنب هذه الأشياء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا صلى بنا أحد الإخوة في الرباعية خمس
وصلى معه المأمومون، فما حكم الصلاة في مثل هذه الحالة؟ من كان يعلم أنها زائدة أنها تبطل صلاته، أما من كان شاكا بالزيادة فإنها لا تبطل صلاته، لكن يجب سجود السهو على الإمام وعلى المأمومين جميعا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل تجزي قراءة سورة الكهف في صلاة النافلة يوم الجمعة عن تلاوتها؟ علما بأنني يا فضيلة الشيخ اعتدت القراءة في صلاة النافلة يوم الجمعة، هل يعد ذلك من الابتداع؟ ليس هذا من الابتداع، إذا قرأت سورة الكهف سواء في صلاتك ونوافلك أو قرأتها خارج الصلاة فلا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الأخ السائل في هذا السؤال يا فضيلة الشيخ: بالنسبة للسفر في يوم الجمعة، فأنا اعتدت في مثل هذا اليوم أن أسافر، إذا سافرت هل تسقط عني الجمعة أو أصليها ظهرا؟ الأفضل أن لا تسافر يوم الجمعة وأن تحضر الجمعة، لكن إذا كان ولا بد من السفر فإنك تحرص على أن تصلي الجمعة في الطريق عند الناس، يعني في البلد الذي تمر به أو تصل إليه تصلي مع المسلمين صلاة الجمعة، وإذا كان السفر بعد زوال الشمس فإنه يحرم ولا يجوز حتى تصلي الجمعة، أما السفر قبل الزوال كما ذكرنا إذا كان السفر لا بد منه أو تحتاج إليه فلا مانع، ولكن احرص على أن تصلي الجمعة في مكان في طريقك أو بالبلد الذي تصل إليه تحوز على الفضيلة، ويجوز أن تصلي ظهرا وتقصرها ركعتين. نعم. هذا سائل يقول: سؤالي في العقيدة فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم طلب الدعاء من صاحب القبر، بعض الناس يقولون بأن طلب الدعاء من الأنبياء والصالحين والملائكة ليس من الشرك الأكبر بل من الشرك الأصغر، نرجو أن توجهونا في ضوء هذا السؤال. لا يجوز أن يطلب من الميت شيء، لا دعاء ولا شفاعة ولا غير ذلك، ولا أمر من أمور الدنيا أو أمور الآخر، الميت لا يطلب منه شيء لأنه لا يملك شيئا، هو بحاجة إلى أن يدعى له وأن يستغفر له أن يتصدق عنه، الميت هو الذي يحتاج إلى الحي أو ولد صالح يدعو له، وأما العكس أن الحي يحتاج إلى الميت يطلب منه فهذا لا يجوز، هذا محرم وهو وسيلة إلى الشرك، وإذا استغاث بالميت وطلب منه الحوائج فهذا شرك أكبر. نعم. يقول هذا السائل سفيان: ما رأيكم وما حكم الشرع في نظركم في من صلى وراء شخص يتلو القرآن وعنده أغلاط مثل غير المغضوب عليهم، مع كل مرة نصحح الغلط هل يجوز له ذلك؟ نعم، الغلط في الفاتحة لا يجوز أن تصلوا خلفه، لأن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة ركن من أركان الصلاة، فالذي لا يقيم الفاتحة لا يجوز أن يكون إماما، وأما الخطأ في غير الفاتحة فلا يمنع صحة الصلاة، وإن كان الأفضل أن يكون الإمام متقنا للقراءة في الفاتحة وفي غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ أحمد عن التلقيح الاصطناعي داخل الأنابيب إذا كانت الزوجة لا تستطيع أن تحمل بالطريقة الطبيعية. هذه المسألة وحثت في المجامع الفقهية والناس مختلفون فيها، وأنا أرى أنها لا تجوز لما يدخل في ذلك من الشكوك ولما فيه من كشف العورات، والعلاج بغيرها موجود الحمد لله، علاج العقم يكون موجودا، وإذا لم يوجد له علاج الإنسان يحتسب ويصبر والحمد لله بعد بذل الأسباب المباحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ ويقول: ما حكم الشرع في نظركم في قراءة القرآن جماعية، وذلك بالنسبة للطلاب للمراجعة؟ قراءة القرآن جماعية من باب التعليم للطلاب لا بأس به، أن تقرأ الآية ثم يقرأ طلاب الآية لأجل أن يتقنوها ويحفظوها يتابعونك في القراءة لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بالنسبة يقول: إذا كنت أصلي صلاة الليل ما أفضل الأدعية التي أدعو بها، وهل لا بد أن أأتي بدعاء القنوت؟ لا يجب دعاء القنوت لكنه مستحب، وأنت بحاجة إلى الدعاء في القنوت وفي غيره، وليس هناك دعاء معين لصلاة الليل، بل تدعو بما تحتاج إليه في أمور دينك وأمور دنياك، تسأل الله المغفرة، الأسحار هم يستغفرون، تسأل الله المغفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم، ولم يحدد دعاء معين. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عبد الهادي يقول: بالنسبة لسجود السهو، هل يجب أن نسجد سجود السهو
في جميع أخطاء الصلاة حتى ولو كان نسيان تشهد أول أو في حال نسيان إحدى السجدتين؟ سجود السهو يشرع لأمور: أولا زيادة في الصلاة سهوا، صلاة ركعة خامسة في الرباعية أو ثالثة في الفجر سهوا، إذا زاد الصلاة سهوا يسجد في السهو، أو عن نقص كما لو قام عن التشهد الأول أو ترك قول رب اغفر لي بين السجدتين أو سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا يسجد، يجب عليه أن يسجد للسهو، هذا سجود عن نقص. الثالث السجود عن الشك، إذا شك في عدد الركعات فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن ويأتي بما شك فيه ويسجد للسهو أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. لأخ إبراهيم يقول: ما حكم وضع لوحة بالمسجد نكتب فيها أحوال المصلين، مثل إذا مرض أحدهم أو مات أو سافر وغير ذلك؟ المسجد ليس مجالا للوحات والتعاليق والكتابات، المسجد لا يكون فيه شيء من هذه الكتابات والمعلقات، لأن هذا يشغل المصلين، وليس المسجد معرض أو المسجد مكتب، مسجد للعبادة والصلاة فقط، تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. فتجنب المساجد هذه المعلقات وهذه، وقد يعلق شيء غير مرغوب فيه أو دعايات، أو بعضهم يعلق دعايات تجارية في المساجد، وبعضهم يعلق دعوة للبدعة ودعوة للشرك من الخرافيين. فإذا فتح المجال صار المسجد مجالا للمعلقات، وكل يعلق ما يريد. الواجب أن تصان المساجد عن ذلك كله. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا فضيلة الشيخ في سؤال له ويقول: إذا عاشرت زوجتي في يوم من أيام رمضان ليلا، فإذا بقيت حتى الصباح واغتسلت، هل صومي جائز وهل أعيد صيام؟ إذا طلع عليك الفجر وعليك جنابة فلا بأس أن تغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقع منه ذلك، كان يدركه الفجر وهو جنب يغتسل بعد، يتسحر في وقت السحور ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، ولا يشترط لصحة الصيام أن يكون على طهارة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: ما الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي؟ النية الصالحة واختيار المدرس الصالح العالم المتقن، اختيار المدرس، اختيار العلماء الأكفياء في العلم، الصبر وعلى المداومة وطول المدة، ولا تمل من طلب العلم، هذا سبب، كلها أسباب لنيل العلم. العلم لا يدرك بالتمني أو بالرغبة في القلب فقط، لا بد من طلب العلم على الطريقة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم وأبارك فيكم. هذا السائل إيهاب يقول: فهل يجوز للزوجة أن تأخذ من طول شعر حواجبها وليس أصل الشعر، إنما من الطول في حالة بلوغ طولها مرحلة مؤذية بالنسبة للمنظر؟ لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها بحجة أنها طويلة، بحجة أن فيها كذا وكذا، هذا حرام ولا يجوز، وليس هناك حواجب طويلة، لكن لو قدر أنه حصل شيء نادر من ذلك فإنه يعالج ذلك بما يزيله، ولا يؤثر على الحاجب، يشوه الحاجب. نعم. أبو باسل يقول: هل يجوز للمرأة المطلقة وقد تزوجت من رجل آخر أن تكشف وجهها لوالد زوجها الأول، وهل يجوز له أن يصافحها؟ نعم، والد زوجها الأول لا يزال محرما لها، لا يزال محرما لها ولو طلقها ابنه، وكذلك زوجة الوالد تكون محرما للولد ولو طلقها أبوه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في الأذكار وبعد الأذان، هل الذكر بقولنا إنك لا تخلف الميعاد صحيح؟ نعم، هذا ورد في بعض الروايات، فمن قاله فلا حرج. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويب.